معمل مركزي للمبيدات وزارة الزراعة. بالنسبة للمعمل المركزي للمبيدات، لو جينا للتعريف بتاعه أو المهام اللي الدولة وضعتها له، هو معهد علمي ذو طابع خاص يحقق إشراف الدولة على المبيدات ويعمل وتداولها، ويعمل في مجال مبيدات الآفات بحثا ورقابة وإرشادا وترشيدا وتقييما وحماية. ده بالنسبة للمعمل المركزي للمبيدات. طبعا المعمل المركزي للمبيدات له دور مهم جدا في إطار منظومة المبيدات في مصر، سواء أثناء تسجيل المبيدات والمعروف أو أثناء تداول المبيدات. طبعا المسؤول عن تسجيل المبيدات في مصر هي لجنة مبيدات الآفات الزراعية. بالنسبة لدور المعمل المركزي للمبيدات أثناء تسجيل المبيد، المبيدات طبعا في مصر بتخضع للتجريب المحلي، يعني المبيد عشان ينزل السوق ويستخدم لازم يخضع للتجريب في مصر لتحديد كفاءة المبيد على الآفة المطلوب مكافحتها. فأثناء تجريب المبيد في الحقل لمدة عامين بتيجي عينات للمعمل المركزي للمبيدات، يتم تقييم العينات ومطابقتها للمواصفات المبيد المطلوب التسجيل على أساسها. بالنسبة برضو للمبيدات اللي هي واردة من الخارج بتيجي في الجمارك، لازم ينسحب منها عينة وتيجي المعمل المركزي للمبيدات ويتم مطابقتها للمواصفات التي سجل المبيد عليها. لو هي مطابقة اوريدي الشحنة بتخش وتنطرح في السوق المحلي، غير مطابقة بترجع للبلد اللي جت منها الشحنة. ده بالنسبة. عندنا دور تاني لقسم الرقابة على المبيدات، بحيث ان هو بيتابع السوق المحلي. تمام، السوق المبيدات بينزل يعمل مرور على محلات المبيدات وعلى مخازن المبيدات المرخص لها، بحيث ان هو لو وجد اي مخالفات بيحرر مخالفة بتروح النيابة وبتحاسب صاحب الشام. في نفس الوقت في دور تاني ان هو المعمل برضو بالاضافة للرقابة على المبيدات اثناء التداول، في دور مهم للمعمل ان هو يحافظ على صحة الانسان والمنتجات الزراعية التي تم طرحها في الاسواق، بحيث ان احنا عندنا المبنى ده طبعا تم تجهيزه باحدث الاجهزة والمعدات في مجال تحليل متبقيات المبيدات والملوثات الاخرى، تمشيا مع سياسة وزارة الزراعة في الحفاظ على صحة الإنسان المصري والحفاظ على سمعة المنتجات الزراعية المصرية، سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق العالمية، بحيث أن أنا عندنا برامج رصد لمتبقيات المبيدات من الأسواق المحلية، أن أنا بتابع المنتجات في الأسواق المحلية، بسحب عينات على مدار العام وبشوف المنتجات دي مدى مطابقتها لمواصفات الأمان بالنسبة لمتبقيات المبيدات. عندنا برضو في الرسائل المبيدات المعدة للتصدير بتيجي من خلال الحجر الزراعي وبيتم تحليلها لضمان خلوها من متبقيات المبيدات أو السموم الفطرية. عندنا برضو الغذاء الوارد برضو من ضمن دور المكان في الحفاظ على صحة الإنسان المصري، إن العينات أو الرسائل القادمة من الأغذية أو المنتجات الزراعية من خارج البلاد بيتم ورود العينات عن طريق الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبيتم تحليلها وإرسال النتائج إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة للنتيجة اللي تحصل عليها المعمل. طبعا المكان تم تجهيزه بدعم من معالي وزير الزراعة ومتابعة جيدة ومستمرة، يعني هو في الحقيقة يعني هو دعم هذا المبنى دعم كبير في خلال المدة اللي قضاها في وزارة الزراعة، بحيث ان كان في تشجيع مستمر ومباشر وفي متابعة مستمرة من معالي الوزير، بحيث ان احنا قدرنا نوصل لهذا الكيان. المعمل طبعا او هذا الكيان المسمى بتاعه المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات الاخرى. زي ما قلنا دوره او المهم بتاعته ان انا بركز الهدف الاساسي من هذا الكيان ان انا احافظ على صحة الانسان المصري. الهدف الثاني ان انا احافظ على سمعة المنتجات المصرية،
سواء الصادرات أو في الأسواق المحلية، بحيث أنني لو عندي مشكلة أقدر أتدارك الموقف بسرعة، زي مثلا ما حصل في موضوع البطيخ السنة اللي فاتت. كان في لغط أو كلام في الصحافة أن البطيخ ملوث بمتبقيات المبيدات. على الفور معالي الوزير ادى تعليمات وتوجيهات ان احنا ننزل الاسواق ونسحب عينات، وبالفعل خدنا اغلب محافظات الجمهوريه وسحبنا عينات من البطيخ، وفي خلال 24 ساعه كان في تقرير على مكتب معالي الوزير بيقول ان كل عينات البطيخ اللي انسحبت ما فيهاش اي متبقيات للمبيدات، وان ممكن يكون في مشكله ثانيه يجب البحث عنها. فده مهم، هذا الدور مهم جدا. ليه؟ لأن لما بيحصل لغط في الصحافة ما تقدرش ترد عليه غير بحاجة عملية أو تقرير علمي موثق خارج من معمل بنتائج وإجراءات موثقة. قلنا المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى بالمعمل المركزي للمبيدات مجهز بأحدث الأجهزة في مجال تحليل متبقيات المبيدات وأحدث التقنيات في هذا المجال، وبالإضافة لذلك هو معتمد اعتماد دولي وفي مراقبة للجودة باستمرار، وبيشترك أيضا في اختبارات الكفاءة العالمية. ده من ناحية جودة النتائج. المركز ده أو المعمل ده بيقوم بدور مهم جدا. أول دور بيقوم به إن هو بيشارك في فحص رسائل المعدة للتصدير عن طريق الحجر الزراعي بالنسبة لكل المنتجات الزراعية أو الصادرات المصدرة لكل دول العالم. تاني دور بيقوم ببرامج رصد لمتبقيات المبيدات من الأسواق المحلية، على أساس برضو يتابع السوق المحلي إيه اللي مطروح فيه والسوق شكله إيه. يعني ده بيكون زي عين كده ببص بيها على المنتجات بتاعتي في الأسواق المحلية، بتابعها على مدار العام. في أيضا برامج رصد لمتبقيات المبيدات من المزارع عند الحصاد، بحيث أن أنا أعرف المشكلة مكانها فين بالظبط، فبنروح على المحافظات اللي بتنتج محاصيل معينة، بأخد عينات عند الحصاد من المزارعين وأحللها وأشوف النتائج على مدى الموسم أو مدى العام شكلها إيه. النقطة الثانية ان هو برضه بيقدم خدمة مهمة جدا للشركات الراغبة في تصدير الحاصلات او المنتجات الزراعية، بحيث ان في بعض الشركات قبل ما بتعمل التعبئة والفرز بتبقى عاوزة تشيك على المنتج بتاعها، هل هو فيه متبقيات او حتى وهو لسه في الحقل قبل ما يعمل عملية الحصاد يحصد، ولا يعمل عملية ويتنج ينتظر شوية لغاية المتبقيات المبيدات تكون مش موجودة أو تكون في الحدود المسموح بها بالنسبة لمتبقيات المبيدات. يعني ده يعتبر الدور المهم أو النقاط المهمة في دور هذا المكان اللي هو المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى في المنتجات الزراعية بشكل عام والأغذية. زي ما قلنا في البداية في تعريف المعمل المركزي للمبيدات، هو معهد علمي ذو طابع خاص يحقق إشراف الدولة على المبيدات وتداولها، ويعمل في مجال مبيدات الآفات بحثا ورقابة وإرشادا وترشيدا وتقييما وحماية. ده دور المعمل. فالمعمل له دور في البحث العلمي، في باحثين، في حوالي 300 باحث ما بين باحث ورئيس بحوث وباحث أول ومساعد باحث وباحث مساعد، بيشاركوا بأبحاثهم في مجال المبيدات بشكل عام، سواء المجالات المختلفة للمبيدات من تحليل متبقيات لدراسات سمية لدراسات سمية بيئية لتحليل المبيدات نفسها. فبيشارك بدور كبير في البحث العلمي في مجال المبيدات، أو يمكن هو الجهة الوحيدة على مستوى الدولة المتخصصة في البحث العلمي في مجال مبيدات الآفات. بالإضافة لذلك له دور إرشادي في مجال المبيدات، وله دور برضو تدريبي، بحيث أن المعمل برضو في أساس إنشائه، لأن المعمل ده منشأ عن طريق منظمة دولية اللي هي الأمم المتحدة. يعني الأمم المتحدة هي اللي كان لها دور عن طريق اتفاقية بين مصر
والأمم المتحدة الفاو قامت بإنشاء المعمل وكانت عاملاه كمركز تدريب لمنطقة الشرق الأوسط كلها، بحيث أنه يبقى له تدريب على المستوى المحلي والمستوى العالمي، بالإضافة للتدريب له دور إرشادي مع المزارع ومع المواطن بشكل عام. فرج ملهط المدير الفني للمركز الوطني لرصد مطابقات المبيدات. احنا العينه بتيجي المعمل بيتم استقبالها في قسم استقبال العينات، وبتخش على بيبدا تخش بيانات العينه على برنامج اداره المختبرات اللي هو اللمس، وبعد كده العينه بتاخد كود معملي، وبتخش العينه بعد كده عشان يتعمل على مراحل للتجهيز المختلفه. بتبدا المراحل ديت بالسامبل بروسيسنج او تجهيز العينه عن طريق تقطيعها وطحنها بالأجهزة والمعدات اللازمة لذلك. بعدين بيتاخد جزء ممثل من العينة، جزء ممثل من العينة، جزء بيتحفظ وجزء بيروح المعمل لاستخلاصها وتنقية العينة. في الجزئية بتاعت السامبل بريبريشن أو تجهيز العينة دي بيتم فيها استخلاص العينة أو المبيدات الموجودة في العينة، وبعد ما بيتم الاستخلاص بتبدأ العينة تطلع لمرحلة الديترمينيشن على الأجهزة المختلفة. بعد كده بتطلع النتيجة وبيتعمل للريزلت دي أو للنتيجة دي ايفاليويشن يعني تقييم، وبعد كده بتبدا تتعمل السيرتيفيكيت او شهاده التحليل، وبعد كده بتعتمد من مدير المعمل النتيجه ديت، ثم بعد كده بتنزل لخدمه العملاء بيستقبلها العميل، وبتبدا او لو 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 احنا بنبعتها لجهه معينه من الجهات اللي هي بتبعت لنا العينات دي. الجهات اللي بتتعامل معانا واللي بتجيب عيناتها زي ما قلنا هي الحجر الزراعي، هيئه سلامه الغذاء، الشركات المطابقه، الشركات الخاصه، دي معظم الجهات اللي بتجيب لنا عينات عشان نحللها هنا. المعمل بيعمل تحليل مطابقات المبيدات، بيعمل تحليل المايكوتوكسين او السموم الفطريه. برضو المعمل جاري حاليا في اختبارات كثيره المعمل بيعد لانها تدخل في الاعتماد او في السكوب بتاعه. المعمل هنا مجهز حاليا طاقته ان هو يستقبل من 700 ل 1000 عينه في اليوم، وجاري زياده السكوب دوت او زياده الطاقه الاستيعابيه للمعمل بزياده عدد الاجهزه وعدد الاشخاص. المعمل برضو فيه استاف مدرب على احدث على مستوى عالي جدا على طرق التحليل المختلفه، والمعمل مجهز برضو باحدث اجهزه التحليل اللي بتستخدم في المجال ده في العالم كله. يعني المعمل يعني التستات او الاختبارات اللي المعمل بيقوم بيها هي المطبقيات مبيدات في الأغذية عموما، في كل الأغذية من الأصل النباتي أو العينات المختلفة يعني، وبرضو السموم الفطرية، العناصر الثقيلة، الهيدروكربونات البترولية، كل الحاجات، كل الملوثات عموما اللي هي موجودة في الأغذية ومضيفات الأغذية. وطبعا المعمل الأشخاص اللي بيشتغلوا فيه مدربين على أحدث يعني على أحدث التقنيات الموجودة في مجال تحليل مطابقات المبيدات أو الملوثات عموما. وطبعا المعمل كونتينيوسلي يعني متطلبات الجودة ان يبقى عنده التدريب، الاستاف اللي بيجي الجديد او اي حد بيجي يخش جديد لازم بيتدرب على طرق التحليل وعلى المواصفة، لان احنا المعمل معتمد طبقا للمواصفة الايزو 17025 الخاصة بالمختبرات. فكل الشغل اللي بيتم في المعمل هنا بيتم عليه كواليتي كنترول كامل او مراقبة جودة كاملة، وبالتالي الشخص اللي بيشتغل في المعمل برضو اوير بالنظم ادارة الجودة، و برضو بياخد تريننج كويس جدا قبل ما بيخش في الشغل على طرق التحليل وعلى الأجهزة وعلى التقنيات المختلفة في مجال تحليل مطابقات المبيدات والملوثات عموما. يعني دكتورة سمية جابر محمدين محمد، رئيس بحوث بمعمل المركزي للمبيدات. بالنسبة لآخر مرحلة من خطوات ترتيب تجهيز العينة، العينة بتمر بخطوة الاكستراكشن والكلين اب، وبنحصل عليها في صورة فايل، وبيبقى متسجل عليها البيانات كلها بتاعت العينة، كل عينة
وبيجي لي حسب عدد العيادات اللي هي داخله في اليوم حوالي مثلا زي ما يكون مثلا 100 200. ببدا اعمل باتش للعيادات دي وادخلها وادخل الكالبريشن كيرف. يبقى عندي كالبريشن كيرف عشان الكواليتي كنترول عندي هنا بالنسبه للايزو. ببدا ادخل بيانات كل عينه عندي وببدا ادخل العينات في الباتش في الراك. بدخل العينات في الراك بتاع الجهاز. ببدا بالعينه عينه بعد كده. دي الخطوة الأساسية إن أنا بدخل الباتش كله عندي وأدخل البيانات بتاعته وأبدأ أعمل حقن للرن كلها. وأنا عندي هنا المركبات الميكس اللي هو شغال عندي 450 مركب. ببدأ أعمل خلاص عملت رن للباتش اللي عندي كله السيكونس كله. المرحلة اللي بعد كده ان انا ادور بقى ازاي ان انا اشوف العينات نفسها فيها مركبات ايه اللي هي الكوانتيتيشن بتاعت العينات. عايزة اشوف المركبات اللي هي موجودة في العينة عندي. ببدأ اعمل اشوف الكوانتيتيشن عن طريق ان انا اعمل الكالبريشن. عندي كالبريشن حوالي 6 نقط بتبدا من التركيزات 1 بي 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 الى 100 بي بي بي. وببدا اشوف الماتريكس والسبايك واشوف واعمل كوانتيتيشن للعينه للمركبات اللي هي موجوده في العينه كلها. وابحث هنا مثلا عندي في العينه دي موجود المركب الاسيتام برايد. ببدا اشوف التركيز بتاعه وصل عندي في العينه حوالي 223 بي بي بي. وببدا اشوف بقيه العينات كلها والمركبات اللي هي موجوده فيها. تمام. دي اللي هي المرحله دي كوانتيتيشن بتكون بعد المرحله بتاعه ان انا ادخل الباتش كله بتاع العينات مرحله الاناليسيز يعني. وطبعا بيبقى عندي هنا كواليتي كنترول عندي للجهاز. بشوف كل يوم بشوف السبايك والماتكس عندي التركيز اللي انا شغال عليه تركيز في الحدود مسموح بيها ولا لا. بالنسبه للمركبات اللي عندنا في الميكس اللي احنا شغالين عليه حوالي 450 مركب. بنبدا بنعمل فيهم تيست في بالنسبه للعينات اللي هي بتيجي عندي ان انا اعمل لها فحص واعمل لها اناليسز. بشوف كميه المركبات الكونسنتريشن بتاعت كل مركب بالنسبه للعينه. يعني مثلا عندي هنا باتش شغال عليه. بفحص كل مركب من المركبات اللي هي موجوده في العينات الموجوده عندي واشوف تركيزه قد ايه في كل عينه. وطبعا كده كده عندي كاليبريشن كيرف بيكون مظبوطه واتاكد ان هو مظبوط عندي وفي سبايك وماتريكس. واشوف بعد كده ابدا ان انا اتعرف على كميه عدد المركبات اللي هي موجوده في كل عينه واعرف تركيز كل مركب قد ايه بالنسبه للعينات كلها. واحنا حضرتك هنا بنعمل تقدير لمتبقيات المبيدات في الاغذيه بنهتم بيها ان احنا بنقدر ونتعرف على كميه المبيدات الموجوده في الاغذيه. ده بيكون حفاظا على صحه المواطن المصري وحفاظا على الصادرات الزراعيه المصريه.